طلاب، هذه أول محاضرة بالفصل الثاني. الفصل الثاني إن شاء الله راح أعطيكم 4 محاضرات، هي هاي داخلة بالامتحان مع الفصل الثاني. أنا حاولت أختصرها قد ما أقدر، لأن هاي المحاضرات اللي هسه راح أعطيكمها بالفصل الثاني إلها علاقة بالعمل مالتكم، بالشغل مالتكم. راح ناخذ processing, fixation، زين هذا السايتولوجي همينه. يعني هاي بالصميم ما شغل مالتكم، فأنا ايش قد حاولت يعني اختزل منها بس الأشياء المهمة اللي تفيدكم بالمستقبل بالعمل مالتكم. أوكي، فتوحش تشوفوها شوية مكثفة، حاولوا تدرسوها زين، يعني هاي كلش مهمة بالنسبة لكم. هسه راح نبدي محاضرتنا اليوم اللي هي سايتولوجي. احنا ماخذين قبل سايتولوجي بأول محاضرة طيتكم إياها، مال كانت الانترودكشن مال باثولوجي، اخذنا فرع من عندها اسمه السايتولوجي. السايتولوجي بحد ذاته يعتبروه اختصاص، زين. فيعني اني اتمنى هواي من عندكم بعدين من يكملون ان شاء الله يروحون بهذا الفرع، كلش حلو يعني، كلش انترستينج العفو. ف السايتولوجي هو شنو هو؟ هو يعني ستادي اوف ذا سيل، نقرا بس السيل. فسنجي تعريف السيتولوجي، diagnostic cytology شنو معناه؟ is the science of interpretation of cells that are either exfoliated from the epithelial surfaces or removed from various tissues. شنو معنات هذا الحكي؟ احنا مثل ما قلت لكم بالبداية، السيتولوجي هو the study of the cell، احنا ندرس الخلية. زين هاي الخلية either exfoliated from epithelial surface، يعني هي من وحدها دا تطلع نفسها، ماتت وطلعت، خلصت دورة حياتها وتقشرت وطلعت واحنا نقراها، او لا احنا ناخذها من التشو، احنا ندخل بطرق خاصة، ندخل ونسحب هاي الخلايا وندرسها جوا الميكروسكوب. جوا الميكروسكوب ما راح نشوف تشو، ما راح نشوف سبور. احنا تتذكرون قلنا منين يتكون التشو؟ قلنا اكو سيلز واكو سبورتنج كونكتيف تشو، ما راح نشوف سبورتنج كونكتيف تشو، راح نشوف سيلز مطشره. زين الكونكتيف تشو هم راح نشوفه على شكل همين سيلز هم مطشره، مو لازم السيلز توجذر، ما راح نشوف ستراكشرز. اوكي، راح نشوف سيلز مطشره. احنا وظيفتنا انه ندرس هاي السيلز. زين من درسنا هاي السيلز نقدر نقول بناين لو مالجنت، يعني هي اهم شيء بالسايتولوجي انه انت تشخص انه هذا بناين او مالجنت، انفكشن لو مو انفكشن، لانه انت تريد تطيف التقرير مبدئي، يعني تريد تاخذ فصوره اوليه زين وتطيها للمريض، وبعدين وراها احنا اول تالي راح يسوون عمليه، راح يطلعون هذا الماس وراح يفحصوها هيستولوجي. فاحنا في كل الاحوال راح يدرسوها سوج، بس احنا مرات يحتاجوها تقرير مبدئي. ليش؟ لانه اكو قسم ما يقدرون يسوون عمليات، او اكو نوع من السرطانات ما يحتاج لها عمليات، يحتاج لها كيموثيرابي لو راديوثيرابي، فيريدون يقررون من البدايه انه هذا شنو هو نوع السرطان، يحتاج له عمليه لو لا، يحتاج له كيموثيرابي لو لا. زين فمرات اذا بناين يعوفوه إذا هم 100% متأكدين من السايتولوجي. أوكي، بس هو دائما السايتولوجي يعني followed by histology، بس هو فتشي مبدئي، أنت تعطي صورة مبدئية عن تشخيص. أوكي، فهسا نجي نقرأ شنو الأدفانتجز of diagnostic cytology. أول شيء هو non-invasive، أقصد بيها أنه ماكو فتشي نخترقه، هو احنا راح ندخل بنيدل، صحيح النيدل هي انفيزيف، بس مو قصدنا عملية يعني جراحية عظمى او فتشي، فنعتبرونا انفيزيف. simple procedure helps in faster reporting، مثل ما قلت لكم التقرير كلش سريع، يعني نقدر خلال ساعة واحدة نطلع تقرير. اوكي، is relatively inexpensive، ما يحتاج لأي شي غالي، يعني هو بس نحتاج نيدل، سلايدات، والفكساتيف، زين، والستين، ففتشي كلش رخيص. has high population acceptance and facilitates cancer screening in the field. قلنا هو أهم شيء إنه نعرف إنه بالكانسر سكرينينج نقدر نعرف إنه نقرر إنه هذا عنده كانسر لو ما عنده كانسر.
زين هسه شنو الميثودز مالت السايتولوجي؟ السايتولوجي بي ميثودز. زين شنو هي هذه الميثودز اللي بالسايتولوجي؟ اول شيء ندرس الخلايا اللي هي صايره بيها exfoliation، يعني collection and examination of exfoliated cells. شنو يعني exfoliated cells؟ اكو خلايا معينه بالجسم من تكمل السيل سايكل مالتها زين تقوم هي تنطرح من الجسم بدون، يعني هي passively بدون اي عامل خارجي. مثل وين نشوف هاي الخلايا؟ نشوفها بالفاجينا زين، فاجينا سكرابس. نشوفها بالسبيوتم، البلغم مثلا يطلع، من يطلع البلغم وياش راح تطلع خلايا من البرونكيا زين. فهذه الخلايا اللي طالعة بالطريق هي هاي احنا اللي راح نفحصها. عندنا اليورين نفس الحالة، بودي فلويدز. اوكي بعد شنو الاذر ميثودز؟ collection of cells by brushing. احنا نطلع الخلية، شلون احنا نطلع الخلية؟ نسوي لها brushing، اكو فرش معينة نسوي لها بيها brushing، وهاي نجي ناخذ الخلايا العالقة بالبراش اوكي بالفرشة. scrapping or abrasive technique. زين بعد عندنا الطريقة الثالثة fibro optic endoscopes and other procedure. fibro optic on endoscopes شنو اقصد بيها؟ يدخلون بالناظور مثلا اشياء بالستومك بالديودينام بالبنكرياس اوكي. شو نسوي؟ ندخل بالناظور، بنهاية الناظور يا اما اكو نيدل يا اما اكو براش، ندخل على الماس نشوفها ونطخ الماس نسحب من عدها زين. هاي خصوصا بالبنكرياس اكو نيدل، هو تدخل بي اكثر من مكان تسحب من عدها سيلز، واحنا بعدين نخليها على السلايد ونفحصها. والطريقة الاكثر شيء احنا نستخدمها اللي هي fine needle aspiration cytology. This method is applicable to lesions that are easily palpable. هاي الطريقة الفاين نيدل اسبيريشن شو وقت نستخدمها؟ من عندنا ماس، اكو ماس، وهاي الماس احنا نقدر نكمشها، مو ماس بمكان خفي وندخل عليها، ما نقدر. ماس نقدر نكمشها، من كمشناها راح نجيب النيدل نخليها بيها ونسحب سيلز. وين نقدر نستخدم الفاين نيدل اسبيريشن؟ اذا كانت الماس بالثايرويد، مكان طالع بريست، superficial lymph node زين. مرات اذا الماس ما نقدر نحسها، كلش نادره، مثلا بالبرست ما نقدر نحسها، شويه عميقه، نستخدم imaging technique اللي هي مثلا ultrasound زين، ultrasound او CT وياها. مثلا احنا وياهم من يباعون يقول لنا مثلا هو ابو CT او ابو الالتراساوند، انتوا قريبين الماس، الماس مثلا على بعد 3 سنتيمتر او على بعد 5 سنتيمتر، واحنا ويانا النيدل، فتقديريا ندخل على الماس ويشوفنا، يشوف النيدل هو اذا دخلت صدق بالماس لو لا، ونسحب من عدها ديش الساعة. اوكي هسه راح احشيكم على من على الطريق مال فاين نيدل اسبيريشن تكنيك. عادة نستخدم النيدل 23 الى 27 جيج. اوكي انا حدزلكم يوتيوب يوضح لكم شلون التكنيك بالضبط، بس انا حاحكيكم على التكنيك اللي انا استخدمها عادة. انا رايت هاندد طبعا، اول شيء اعطيكم اكزامبل، اذا كان عندنا الماس بالنيك الزم الماكس اتحسس النيك، اول شيء اتحسس مكان الماس، لقيت الماس اكمش الماس بين السبابة والابهام، بعدين افصل انا طريقتي، افصل النيدل عن يمن عن السرنجة، بس ادخل بالنيدل، ادخل بالنيدل بالماس واظل اطلع وادخل، بس ما اطلع من السكن، اطلع يعني اتشكشك كانما الماس من مكانات مختلفة، بس انا بعدني داخلة بالسكن، ورا ما تشكشكتها من مكانات مختلفة اطلع اطلع بالنيدل، من طلعت بالنيدل ارجع اشكلها بالسرنج وادفع هو، فراح السيلز الموجودة بالنيدل
وين راح تروح على السلايد. اوكي ارد افصل النيدل، اسحب هواء مره ثانيه بالسرنجه، بس مو بالنيدل هي مرتبطه بالسرنجه لان راح تدخل السيلز، انا ما اريد السيلز تدخل، لا افصل النيدل اسحب هواء بالسرنجه ارجع اشكل النيدل وادفع الهواء بحيث ينزل لي السيلز بالسلايد. فهاي الطريقه هي الطريقه مالت التكنيك مال فاين نيدل اسبيريشن.